السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير يا ربي، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال واعلى ما يرام. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الامور مزيانه؟ كي بقيتوا مع هذه الحراره؟ كل شيء مزيان والحمد لله والشكر لله. المهم انا اليوم فيديو جديد ان شاء الله، بغيت نتقاسم معكم التجربه ديالي اللي كانت صراحه زوينه بزاف، تجربتي مع الفواياج اورغانيزي. صراحه تجربه يس. مهم انا صراحه باش ما نكذبش عليكم، اول مره ندير هذا الفواياج هذا، ولكن ان شاء الله ما تكونش اخر مره. اللي زوين في هذا الفواياج هو انك ما كايناش الراحه، يعني داكشي ما عرفتش كيفاش نوصف لكم. الخدمه ما كاينش، كاينش الراحه، وكاين نشاط بزاف 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 بزاف، وكاين تتعرف على الناس اللي حتى هما مضغوطين من الحياه، من الخدمه، من الدار، من وجايين باش حتى هما يفوجوا. يعني كلكم عندكم هدف واحد، وانكم تستمتعوا بالوقيته ديالكم. صافي هادشي اللي كاين، ما كاين كد عليك حد، ما حتى شي حاجه. المهم واحد الكونسيبت صراحه زوين، ما كذبش عليكم، ان شاء الله نعاودها ان شاء الله يا ربي. المهم لاجونس مع من مشيت هي كانت في المستوى صراحه. بالنسبه للثمن كان مزيان، اوتيل كان غزال غزال، كان زوين صراحه. الاوتيل كان عجبني، وصراحه بقى فيا الحلاقه شي ليله وحده اللي كانت فيه، كان خصو هذاك شي 4 ايام باش الواحد يترخى مزيان، هذاك ديال الراحه. المهم هادشي اللي كاين. المهم تفاصيل كلشي غادي تشوفوه في لا فيديو ان شاء الله، كملوا لا فيديو غادي تلقاو كلشي في هاد لا فيديو هذا. صافي هادشي اللي كاين فيها الجمعه والسبت والحد. الجمعه صراحه كنشدو فيه غير الطريق، يعني ما كيكونش محسوب، ولكن السبت والحد هي كتبان المده قصيره قصيره، ولكن راه بصح والله العظيم الا راه بزاف كدير شي حوايج، كيصحابك راك جلستي سيمانه وكتجي مهلوك. هادشي اللي كاين. صافي خليكم مع لا فيديو، ما تنساوش جيم وابوني. المهم دابا كيف ما شفتو انا دابا غادي نخرج من الدار. دابا هذه 11 ديال الليل، جنت اري لي ديك الشنطه. المهم اختي راه عامره واحد الصاك، ماشي تقول يومين، تقول غادي نجلس شهر، اما كون كنت شي سيمانه يمكنش. المهم ها نتوما زعما راني رحله. المهم هادشي اللي كاين. انا دابا دايرين معنا صحاب لاجونس، دايرين معنا 12 ديال الليل اولا 12 شونس. المهم انا عاد نمشي نشد الطاكسي، ودايرين معنا المحطه الطرقيه. المهم خليكم معايا. المهم انا جيت جلست في القهوه، جيت بكري وصلت بكري. المهم مازال الكار معطل، نتمنى انه ما يتعطلش اكثر. اول مره صراحه ندير هذا الفواياج اورغانيزي، يا ربي تكون تجربه زوينه. المهم حنايا خليكم معايا شوفوا الكواليس، مشينا ولا ما مشيناش. ايوا المهم انا مازال كنتسنى في يد الله، في يد الله وصافي. خلعت القي مني والليل الليل الليل. المهم جا الكار تعطل، دار واحد الروطار ديال ربع ساعة. المهم هنايا في هاد الفيراجات ديال راه حنا قرب للحسيمة، صورت لكم هاد المنظر هذا ديال الطريق. صافي كاو كاو تكنيك هنايا، صافي الواحد مع النعاس في الكار ليلة كاملة، عييت صراحة. المهم خليكم مع هاد المناظر. وصلنا بخير ولا خير.
ديالك كيفاش غنفطروا؟ المهم صافي فطرنا وسالينا. انا يا ما غاديش نعوم وما غاديش ندير الغطس، غادي ندير هي الباطو. المهم لبستي الكسيوه. الناس اللي دايرين الغطس راهم تيلبسوا حوايجهم كيوجدوا راسهم باش يمشيو، وبحالي انا اللي خوافين راهم جالسين. ندير ليكرون ونتكمش. هنا الناس اللي بغاو يديروا الغطس هنا كيصاوبوا لهم الامور ديالهم، كيعطيوهم النصائح اللي غادي يديروا. هنا انا دايره بحال ديك المفتش المفتش ديال البحر، لابسه الصاف وتنظر على البحر اللي دار شي حاجه شي مخالفه. انا معاه المهم احنا غاديين دابا للباطو. ياك ما انا مدرقه عليك الطريق. لا لا خذ راحتك اسي زدي، انت تعرف تعوم؟ ما تعرفش لا والو، ولا كاينه شي حاجه ولا مارك كانت عندي من تما. انا ما تنعرفش نعوم. واقيلا عندي تما في مارينا الخير. الله يستر اويلي. شنو سميتها هاد البلاصة؟ ديرانت رومي. ديرانت رومي سقاية النصرانية. على منظر رائع 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 رائع. هذا الولد فين تي؟ ها؟
2000 تيعو. صراحه البحر ديال الحسيمه زوين بزاف واحسن بحر. تبارك عليك. سيريتي دابا حنا وصلنا للجزيره. شنو سميت هذه الجزيره؟ طبليون. هادو بجوج طبليون. انا ندور لكم الكاميرا. هادو هما الجزيرات ديال اسبانيا ديال ايتيكيت. دابا حنا قربنا لهنا. صافي 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 ان شاء الله ميعادنا صايم. المهم انا حدا دابا شوفوا الرايه ديال الزبل بالبليون. ما تبقاو تقولوا مال هادي، ولكن ماشي مشكل، هادشي اول مره تشوفها. المهم هي هادي. ما تهضروش في السياسه، راه كلشي مسجل. حبيبي يا رسول الله. ويلي 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 ويلي. شوفي 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 هادو. هذاك البني بالحجر هذا. لا ولكن واش كاين في الدنيا ولا كاين في الدنيا؟ اصاحبي شناها دابا؟ غنضربوا عليها الدور زعما؟ هذا سخون. هذا البني دابا البني. فين غادي نمشيو؟ اخ لا صافي دينا لاسبانيا ولا الاخر ديال الحسيمة. شتا دابا منين شتي فين خليناها؟ الشيفور ما ناعس بعدا ولا لا؟ الشيفور ما ناعس. شوف 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 بالعكس صحيح. استاذه مركزه معايا استاذه. الله شفتي براسي. انت يا اختي الشريف. المهم جينا لهاد لابلاج هذا. هذا عامر. المهم انا غادي نتغدى دابا. يلاه عاد وصل الغدا. الغدا
تاكوس بولي تغداو باش نشدو طريق للناظور ان شاء الله. متديوش على هادي لحقاش لا كوموند درناها من الصباح باش يوجد لينا بالسمية والكمية. المهم حنا ركبنا الكار دابا باش نهبطو ان شاء الله للناظور. خليكم معايا حتى نصور لكم في الناظور فاش نوصل ان شاء الله. المهم حنا وصلنا للناظور وصلنا للوطيل. انا نقلب لكم الكاميرا هي لا شومبر ديال لوطيل. عندنا هنايا بلاكار هنا سال دو بان هادي انا. المهم هنايا الدوش كاين هنايا هاد الشيز ولا طابل هنايا دولي. هنا كاين البالكون ولا التيراس اللي كيطل على هاد لافي هادي. هنايا راه كاين لا بيسين مهم. من بعد انا غادي ندير لكم واحد تور صغير في لوطيل ان شاء الله باذن الله ونبين لكم شنو كاين. المهم انا غندير بكم واحد تور في لوطيل. المهم هذا هو لوطيل. المهم هذه هي لا شومبر اللي عندنا حنا. هي عندو زندوزو من هنا. هاد البلاصه هادي راه مسدوده. هادي راه بلاصه مسدوده. هاولا محلوله. واخا شكرا. ابي سنة عامر بالدراري الصغار العائلات. على منظر هاد الاوتيل هما هاد لاجونس دايرين اوتيل 4 ايطوال. المهم مشينا عمنا ودابا حنا راجعين لا شومبر باش نمشيو ان شاء الله يا ربي. المهم هذا هو الاوتيل زوين صراحة. اللي تيحب داكشي كالم والخضورية داكشي رومانسي. المهم انا حبيتو بعدا. شو لا شومبر السيد داير معانا السبعة ان شاء الله خصنا نكون واجدين باش هنا دايرين هنايا شي جليسات هكا اللي بغى يجلس يدير الخلوة مع راسو. صاحبتي تجري مع راسها مرة تبان. ايوا هذا مكان هذا مكان. يلا سبعة ان شاء الله نتلاقاو. انا لبست هذا الملوك هذا وبغيت نوريه لكم. هذا اللي غادي نخرج به دابا. راني وجدت راسي واش ديال صاحبتي. المهم
يلا خليكم معايا نوريكم النهار ديالنا كي يدوز ان شاء الله. المهم بغيت نصور لكم الاوتيل من الداخل. شوفوا كيفاش جاي. بصراحة أجواء رائعة، أجواء جميلة جميلة جدا. برد هذا لونخي كاين الغيستو هنايا، هنا الغيستوغون تخرجوا باش نمشيو الكار. نبارطاجي معكم داكشي زعما اللي غادي يبان ليا زوين وغادي نبارطاجي معكم. خليكم معايا. هادي لاكوت ديال ناندور. وصلنا باش نتعشى واحد السناك. المهم ما عرفتش شنو السنية هادي. هاهو المهم شتناه عامر بزاف وقلنا غادي تكون الماكلة ديال بنينة مادام عامر. المهم أنا خديت بيتزا زويناه تندوقها ونرد عليكم. هذا هو العشاء. Thank you.
الخير، صباح النور عليكم، كي صبحتوا لاباس عليكم. المهم هذا النهار الثاني اللي هو نهار الحد، فقنا صراحه مفيقين لوكين. انا ضربني البرد البارح، دابا هادي 8 ديال الصباح، تعطلنا على الفطور ما سخيناش. اليوم غادي نمشيو غادي نفطروا غادي نشدو الديبار ديالنا ان شاء الله للسعيديه. ايوا المهم خليكم معايا، عرفتي عرفتي داك الصراحه والله العظيم هاد الناس هادي اللي ناس البارح ما تقلبتش فيها كاع نهائيا، ناس على جهه وحده حتى الصباح. ايوا هذا المكان، المهم خليكم معايا تنوريكم شنو غادي يدوز هاد النهار وكيفاش غادي يدوز. المهم هذه هي البسه اللي لبستها هاد الصباح، تيشيرتات تيشيرتات هما اللي تيجيو خفاف و لي زيسبا. الجو جو جو ممتع. ريكي منفوخة. المهم انا غادي نفطر دابا، الله يربي. بسم الله بسم الله. المهم ساليت الفطور، سالينا الفطور، شربت القهوه ديالي، الله يربي. شويه غادي نمشيو دابا، راسي ضرني راسي راسي. عييت 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 واخا ما دايره والو. المهم نضرب دويره في لوطيل، ندير له الوداع. الله دخل هنا نجلس. مازال الناس كاين اللي تيتعطل في الفياق، انا فطرت انا خلاص داكشي. الوقت هو الوقت، قال لينا 8 و 5 دقائق نلقاكم تتاخذوا الفطور ديالكم، داكشي اللي كاين يعني كنت من الاوائل. داكشي اللي نديبات نديبات. ايوا المهم هادشي اللي كاين، وناس وحدين اخرين مازالين داكشي باش راه تيغوط لربي اللي خلقو. واي عباد الله بقالو تيدور ليهم في لي شومبر باش يساليو باش نشدو الطريق. قد ما درنا ديبار بكري قد ما يعني استغلينا السعيديه، حقاش كاينين شي زاكتيفيتي خصهم يدارو، انا خلاص ما غاديش نديرو. انا الخوف، انا البارح والله العظيم عرفتي داك الانانية تغلبت على الخوف ديالي وركبت الباطو، عرفتي راه حسيت براسي قوية، حسيت براسي قوية والله العظيم. صراحة الواحد خصو يعتز ويفتخر بداك الانجازات اللي كيحققهم واخا يكونوا صغار. هذا هو المشكل ديالنا، اننا ما بقيناش كنفرحوا بالتفاصيل اولا بداك الشيء اللي هو دائما كنبقاو نقولوا هذه بسيطة هذه بسيطة، كنتسناو نحققوا شي حاجه كبيره باش نفرحوا. واخا هاد فاش كتكون عندك واحد الخوف اولا كيكونوا عندك شي مخاوف، راه ماشي ساهل باش تجاوزهم.
وانا كان ربي اللي عالم بيا. يعني الناس اللي تيخافوا من البحر راه غادي يعرفوني. راه صعيب بزاف بزاف بزاف. وانا البارح تحديت الخوف، عرفتي، راه كنحس براسي فخوره بنفسي وكنحس براسي قويه، والفرحه ربي اللي عالم بيها انني قدرت نتغلب على شي حاجه ونسيطر عليها، الحمد لله والشكر لله. المهم هادشي اللي كاين بغيت نشارك معكم هاد الفرحه. يلا نمشي وراه تيعيطولنا، نضربوا بعدا التصويرات التذكاريه ونضربوا فيديوهات. داكم تنساو ما تدخلوش عندي في تيك توك، راني متفاعله فيه بزاف. المهم انا نخليكم سميه نسرين بالاو في ان او و او على فين، وعاد بوعزاوي بوعزاوي دو زد. المهم انا نخليكم سميه، دخلوا عندي تابوناو. خلاص دايره بحال مولات البحر، ضرب عليهم تجين وداخله. مهمين في الزقرجيل صراحه، ما تنعرفش نعوم وكنعجز على داك الماء، ولحقاش غادي نشدو الطريق، فين غادي ندوشو فين غادي نصاوبو. المهم قلت راه نحط غير رجلي وصافي. المهم هذا البحر ديال السعيدية. وصلنا للحدود، حدود ديال الجزائر والمغرب. الناس اللي غادي يسولوني سميت لاجونس، لاجونس سميتها بو فواياج، انا غادي نخليها لكم مكتوبه هنايا. وبالنسبه للثمن، ثمن 900 درهم لحقاش اوتيل 4 ايطوال، وكاينين رحلات وحدين اخرين اللي هما ب 749 درهم كيكون اوتيل 3 ايطوال. صافي هادشي اللي كاين. صافي شكرا بزاف ملي كملتوا هاد لا فيديو هذا، كنبوسكم بوسه من القلب. وما تنساوش انكم تابعوني على تيك توك لحقاش حبيتو داك تيك توك حبيتو. المهم انا مقيد لكم السميه ديالو، راه ديجا بعدا خليتها لكم. ما تنساوش انكم تابعوني على تيك توك وعلى الانستغرام، وشكرا لكم بزاف. يلا بسلام عليكم.